نتكلم على الشوط الثاني تحديدا، اللي احنا حللنا الشوط الاول يا كابتن عادل. الشوط الثاني المدير الفني مورينيو عمل حاجه غريبه جدا. كان بادئ الشوط الاول بجلين جونسون بيلعب باك رايت وقدامه جيريمي، شاف ان كريستيانو رونالدو بيتحرك كويس جدا وفليتشر بيتحرك من ناحيه الشمال وكمان ويروني، راح مرجع جيريمي ملعبه ناحيه الدفاع ومخلي جلين جونسون يلعب كخط وسط مهاجم. خط وسط مهاجم جلين جونسون عمل حاجتين، اولا رقابه رونالدو وهو لاعب مهاري ومن الصعب اللاعب المهاري يرقص لاعب مهاري، ما شفناش الا لما خرج جلين جونسون. غير كده ان جلين جونسون كان بيعمل العمق الهجومي لان جوديونسون كان منزل تحته، كان بيتحرك جو كول مع لامبرد مع ويليام جالس مع جلين جونسون. شفنا الشوط الثاني الهجوم اختلف تماما لفريق تشيلسي. هنتكلم على دور